بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس في مكون الإنشاء، الوحدة السابعة، الأسبوع الثاني، عنوان نص الانطلاق، المحرك المنفصل. الأهداف: القدرة على إنتاج نصوص وحكايات بعد امتلاك تقنية الكلام على لسان الجماد أو الحيوان، أو ما يسمى بالشخصنة. المحرك المنفصل: هل تعرفون من أنا؟ أنا المحرك المنفصل، لقد سميت بهذا الاسم لأتميز عن المحركات العادية التي يتم تركيبها داخل كل الأجسام المتحركة كالسيارات والقطارات والطائرات. ما أجمل أن تكون الآلة حرة، كم تحسدني المحركات المقيدة داخل أجسامها، فهي لا تغادرها إلا إذا تم الاستغناء عنها أو الإلقاء بها مع الآلات المعطلة. هل تعرفون اسم العالم الذي صنع جدي الأول؟ إنه النرويجي أولي أفانرودي، كان ذلك سنة 92,000 ميلادية. أتكون من جزئين أساسيين: الجزء العلوي وهو يشبه تماما محرك السيارة بما فيه من أسطوانات ومبردات، والجزء السفلي وهو القريب من سطح الماء ويسمى الرفاص، ويتكون من المضخة المائية وعمود يوصله بمجموعة من التروس تنتهي بمروحة من الصلب المتين. يعمل بعض أفراد أسرتي بالبنزين والبعض الآخر بالكهرباء، واستعمالاتنا متعددة، فنحن ندفع الزوارق الحربية وزوارق الشرطة، ونولد الطاقة الكهربائية في الأماكن التي لا كهرباء فيها. إذن هذا هو نص الانطلاق. سنحاول أن نفهم النص من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة. الآن، لماذا سمي المحرك منفصلا؟ نعم، سمي منفصلا ليتميز عن المحركات العادية التي يتم تركيبها داخل الأجسام المتحركة كالسيارات والقطارات والطائرات. السؤال الثاني: لماذا تحسده المحركات المقيدة؟ جيد، تحسده المحركات المقيدة لأنه حر طليق. الآن، من صنع هذا المحرك ومتى؟ صانع هذا المحرك هو النرويجي أولي أفانرودي سنة 92,000 ميلادية. ما هي الأجزاء التي يتكون منها المحرك المنفصل؟ أن يتكون المحرك المنفصل من جزئين: جزء علوي يشبه محرك السيارة بما فيه من أسطوانات ومبردات، وجزء سفلي ويسمى الرفاص. فيما يستعمل المحرك المنفصل؟ يستعمل المحرك لدفع الزوارق الحربية وزوارق الشرطة وتوليد الطاقة الكهربائية في الأماكن التي لا كهرباء فيها. نعم، من يتحدث عن المحرك المنفصل في النص؟ جيد، الذي يتحدث في النص عن المحرك المنفصل هو نفسه. ما هو الكائن الحي الذي خصه الله تعالى بالنطق؟ الكائن الحي الذي خصه الله تعالى بالنطق هو الإنسان. ماذا لاحظنا من خلال قراءتنا لهذا النص؟ لاحظنا على أن المحرك المنفصل يتكلم، له أحاسيس، فالكاتب عندما جعل المحرك المنفصل يتحدث، جعل له لسان، كما أنه جعل له أحاسيس. نلاحظ من خلال الجمل التالية: ما أجمل أن تكون الآلة حرة،
كم تحسدني المحركات المقيدة داخل أجسامها؟ ما هو الأسلوب المستعمل هنا؟ إنه أسلوب التعجب، وأسلوب التعجب هذا يعبر من خلاله المحرك المنفصل عن أحاسيسه ومشاعره، كما أنه يتحدث ويذكر لنا ماضيه. هل تعرفون اسم العالم الذي صنع جدي الأول؟ فهو يتحدث هنا عن تاريخه وهو مزهو بنفسه. إذن لاحظنا أنه في هذا النص وفي نصوص أخرى، مثلا نذكر على سبيل المثال قصة الصرار والنملة، قصة الغراب والثعلب. فهذه القصص وهذا النص الذي بين أيدينا، ماذا فعل فيه الكاتب؟ جعل الحيوانات والأشياء تتكلم وتتصرف كأنها أشخاص، كما أنه ينسب إليها أحاسيس الإنسان وحركاته وكلامه. الآن سنتدرب على هذه التقنية التي تسمى الشخصنة، يعني الحديث أو الكلام على اللسان الجمادي والحيوان. إذن سنكتب فقرة صغيرة تتحدث أو نتحدث فيها على لسان الشيئين التاليين أو أشياء أخرى نختارها. تخيل أو تصور ليمونة لا تريد إزالة قشرتها والجو بارد، ماذا ستقول هذه الليمونة؟ صف لنا كلامها، قم بالكلام على لسان هذه الليمونة. أو تحدث لنا عن دمية تطلب لباسا دافئا في فصل الشتاء، أو تحدث لنا عن حوار بين عصفور حط على غصن شجرة، ما هو الحوار الذي سيدور بينهما؟ جيد. الآن الإنجاز، نص الموضوع: اكتب حوارا بين محراث عصري ومحراث خشبي يتباهى فيه كل واحد منهما بأعماله ومزاياه. إذن عندنا محراث خشبي ومحراث عصري، مثلا يوجدان في ضيعة فلاح ما، ودار بينهما حديث، كل واحد يريد أن يذكر مزاياه والأعمال التي يقوم بها ليتباهى أمام صديقه. مثلا الرصيد اللي عندنا هنا يمكنكم استعماله، محراث الخشبي يعمل في المناطق الوعرة، خفة في الحمل، يوفر على الفلاح مصاريف البنزين، لا يثير الأعصاب بالضجيج، يطيع الأوامر ولا يتوقف كالجرار بسبب نفاد الوقود والأعطاب. لبعض مزايا الفلاح المحراث الخشبي. الآن المحراث العصري أو المصنوع من الذي يجره الجرار، يقتصد الوقت، يشق الأرض جيدا، يحرث مساحات شاسعة، يسرع في العمل، يستهلك البنزين في وقت العمل فقط، الحيوانات تستهلك العلف في كل وقت. إذا تخيل الحوار الذي سيدور بين المحراث الخشبي والمحراث العصري، اكتب لنا موضوعا متناسقا واضحا ومع مراعاتك لجودة الخط والمنتوج. التصحيح: إليك هذه الشبكة التي ستساعدك على تقويم منتوجك. من حيث الحجم، احترم عدد السطور، يعني ما بين 10 إلى 12 سطرا. إذا كان موضوعك يتضمن 12 سطرا فضع نقطة، إذا كان أقل من ذلك أو أكثر فضع صفرا. الآن المضمون: ما صدر عن الأشياء من أفعال وأحاسيس تعبر عن تصرفات أشخاص، يعني الحديث الذي سيدور بين المحراثين يجب أن تصدر عنهما يعني تصرفات الأشخاص.
التعجب، التساؤل، الحيرة، الغيرة إلى غير ذلك. إذا قمت بذكر هذه العناصر وكانت موجودة جميعها فضع 5. أما إذا كان هناك عنصر ناقص ضع 3، وإذا كان ينقص أكثر من عنصر فضع 0. اللغة يجب أن يكون موضوعنا سالما من حيث التركيب والصرف والإملاء والأسلوب. وطريقة التقويم 3 أخطاء كيفما كان نوعها أضع 2، 4 أخطاء كيفما كان نوعها نقطة واحدة، أكثر من 4 أخطاء 0 نقطة. جمالية الخط، وهذا نركز عليه دائما، أن تحترم مقاييس الحروف ووضوح الكتابة. إذا كان موضوعك يتضمن أو يتضمن كلمتين غير مقروءتين فضع 2، وأكثر من كلمتين غير مقروءتين ضع 0. ثم قم بإحصاء أو بعد النقط التي حصلت عليها. ستعيد كتابة الموضوع إذا حصلت على نقطة تقل عن 3/5 في المضمون. وصحح أخطاءك مستعينا بالأستاذ إذا حصلت على نقطة تقل عن 1/2 في مجال اللغة. يعني إذا حصلت في مجال اللغة على نقطة تقل على 1/2، فيجب عليك أن تستشير أستاذك لتصحيح الأخطاء. شكرا على تتبعكم.